الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟ هذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يقوم ويصلي بالليل يجهر بالقراءة، كان المشركون يجتمعون ليؤذوه ويسخروا من القرآن. الله جل وعلا أمره بعدم الجهر من باب درء المفاسد، من باب درء المفاسد. قال: لا تجهر بصلاتك حتى إن الكفار يؤذونك ويسخرون من القرآن، ولا تخافت بها بحيث أنك ما تسمع نفسك، وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر والإخفات. نعم.